حضرتك انت ايه؟ كويس؟ كله تمام منورانا. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ اسيب دي فين؟ خليها معاك على الترابيزه عشان اخليها معانا. طيب تعالي. اوكي معلش، هو هنا في زباله ليه؟ اه في عيد ميلاد بس ناسيين. يلا يا ابني بسرعه. طب اتفضل اتمرن احنا النهارده فين. طب اتفضل يا استاذ رضا. هو بعيد. يا اخي يحيى بالراحه عشان عندنا ضيوف بعد اذنك. استاذ رجاء استاذ رجاء اتفضلي. اتفضلي يا استاذ رجاء. طب لما يكنس على الاقل يعني. بالراحة يا اسمه ايه؟ يحيى. يحيى بالراحة. اتفضل يا استاذ رجاء. معلش احنا اسفين بس كان في عيد ميلاد حد من الزملاء. اتفضل. ايه يا يحيى؟ ترابيزة حضرتك. طب مش فينا سعادة يا ابني؟ حميني ولا ايه؟ ايه ده؟ في مش فينا سعادة؟ يا يحيى انا بعمل شغل يا استاذ لو سمحت. ايوه في ناس قاعده. قول لنا عن اذنكم، قول لنا دقيقه واحده. في ايه؟ يعني بص اهدى اهدى كده يا يحيى اهدى. اسال استاذ رجاء تشربي حاجه وهتلاقي حاجه تشربها. تحبي تشربي حاجه يا فندم؟ تشربي ايه؟ في شاي اخضر، في شاي عادي، في قهوه، على اي حاجه. في ايه؟ اعمل لك فنجان قهوه من ايديا. باشمهندس تست عندك يا مروان؟ عندنا الاول. طيب شكرا استاذ رجاء. استاذ رجاء السين بس عشان السين لو بصف. شكرا. 10 ثواني. احلى كوبايه شاي عشان خاطرك. اتفضلي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ لا 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 ايه ده؟ يا استاذ وائل ايه ده؟ ممكن تشوف لنا حد غير اخ يحيى ده؟ غير ايه؟ مش عايزه حاجه يجي يشيل. يلا يا جماعه نهدى. خمس ثواني. 4 3 2 هوا. مساء الخير مستمعينا. حلقة مختلفة ومتميزة النهاردة، ضيفتنا فيها فنانة كبيرة شفناها في العديد والعديد من الأدوار والمسرحيات. أدوارها لا تعد ولا تحصى ما بين الكوميديا والتراجيدي والدراما. نجمتنا النهاردة هي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي. أستاذ رجاء منورانا ومشرفانا وكل سنة وحياتك طيبة. وانت بالصحة والسلامة. متشكرة قوي أستاذ رجاء. هنبدأ مع حضرتك على طول. دورك في مسلسل القطة العمياء، الدور بيتكلم عن إيه الأول؟ القطة العمياء. القطة العمياء. دوري في القطة العمياء هي شخصية أم. طبعا الوقت أنا بقيت متخصصة في أدوار الأم وأدوار الجدة وأدوار يعني العمة والخالة واوا. عملت أم لثلاث أرباع نجوم مصر. الاثنين اللي نفذوا من ايدي امينه رزق وعبد الوارث عصر. بس كبريش ده، ما تكبريش حضرتك. انا ما عامله دور حلو. اتفضلي يا استاذ رجاء. اتفضلي استاذ رجاء. الادوار دي ما بتحصركيش يعني العمل في دور ام او جده او خاله او عمه او اخت كبيره ما بيحصرش حضرتك في النوعيه دي؟ ما بيديش فرصه لادوار تانية؟ هنرجع على طول مع الأستاذة والنجمة الكبيرة الفنانة الجميلة رجاء الجداوي. تابعونا بعد الفاصل. فاصل فاصل يا إيه؟ باشمهندس يا أستاذ يا اللي أيوة مدام رجاء. خدمتك رجاء الجداوي. احنا بما اننا في استوديو إزاي انا. طب عايزة ايه؟ قولي لي يا استاذ رجاء. احنا عايزين نشرح لمستمعينا. استاذ رجاء قاعده معانا، احنا بنشرب شاي وقمه الكرم وجابوا لي اتنين شاي، واحد اخضر واحد احمر ما شاء الله. وحضرتك لو عايزه تقعدي براحتك نزق ترابيزه كده شويه ترجعي بالكرسي. لا انا رحت. انا بص الجزمه تعباني بس كده. رحت. طب اقول لحضرتك دايما نجيب كرسي صغير. لا لا انا حلو قوي كده. طيب. في الاذاعه دايما ببقى قاعده على راحتي. لو الواحد يرحرح كده. يمكن لان دوري مش دور البطوله، بيبقى الى حد ما مساحه مش كبيره. ويعني لو كنت لو مسكت من
لو مسكت مثلا من ايام بعد الفراق كان دور بولا، كان الدور يمكن اللي رفع المسلسل جامد جدا. بوفاة بولا المسلسل. مستمعينا لسه معانا النجمة الكبيرة والفنانة القديرة الأستاذة رجاء إجداوي، تابعونا بعد الفاصل. الراجل سرق الجزمة. خلي حضرتك نشوف حل في المهزلة. لا أنا حموته، لا أنا حموته. يلمعها بس. هو في إيه؟ تعالي بصي حضرتك. أبص على إيه؟ طب خلي حضرتك، خلي حضرتك، خليكي خليكي خليكي. لبسها؟ بيلمعها لي. هو طمعان في تكسي. اه بس حاسه وح... ما تلمحهاش بالجلانس، بتلف فيها. عايز حاجه يا اخي؟ الله يخليك. طيب. بس اخلص التسجيل ده. طيب واقعد انا لا 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 أنا يأست. تقدر يا أستاذ رجاء. طيب نحوض بقى على الشاي الأخضر عشان إيه؟ لا صعب. إيه؟ بجد صعب. يلا يعني نرجع. يلا. نرجع. يلا. أيوه. إحنا وقفنا عند مستمعينا لسه معانا النجمة الكبيرة الفنانة القديرة رجاء إجداوي، وبنتكلم عن الظهور في عدد كبير من المسلسلات. هل ليه علاقة بسوء تخطيط ولا دي حاجة مقصودة؟ لا لا لا، ولا سوء تخطيط ولا حاجة أبدا. بس اتفضل يا أستاذ رجاء. بس ساعات إن إحنا بيبقى ابتدينا مسلسل ويدخل مسلسل تاني، وبالتالي حتى بمواعيد الخطه اللي بتتعمل في رمضان بعض الاحيان المواعيد كلها بتبقى ورا بعضها. يعني السنه اللي فاتت كان عندي ما تخافوش ومن الارندالي وبشرى ساره، فتصادف ان هم كلهم اتذاعوا تقريبا في نفس التوقيت. طيب العمل للاطفال شيء صعب؟ ناس كتيرة بتبقى فاهمة ان الناس اللي بتمثل للأطفال او بتعمل اعمال للأطفال ده شيء سهل. بص، من اصعب ما يمكن انك انت تمثل للأطفال، لان لازم يبقى فيه مصداقية قوية جدا جدا، لان الطفل ما بيزيفش ابدا مشاعره. يعني انا عملت مسلسل زمان كان اسمه هند والدكتور نعمان. وكان من انجح المسلسلات اللي اتعملت للأطفال. فمن المسلسلات اللي يمكن في الفترة دي كان في الشارع بيندهولي باسم صفاء، اللي هي الشخصيه اللي انا مثلتها. طيب نونا، شخصيه نونا، الشخصيه دي في عمل للاطفال احنا عايزين نعرف او عايزين نتكلم مع حضرتك عليه بعد الفاصل. مستمعينا، نجمتنا الكبيره الفنانه القديره رجاء إجداوي هي ضيفتنا. ابعتوا لنا او كلمونا بعد الفاصل. فعايز ايه؟ السيجنال بتاعته بتقطع. طب اعمل ايه انا؟ هدخله جوه بقي؟ عمال تعمل لي حاجه. هو مش عارف اركز وانت عمال تعمل لي اشارات ضوئيه. هنا هو زيرو اهو. ماهوش لقيت صوت. طب ايه المطلوب؟ تمام، هو بس لما بيقوم قاطع بقول لحضرتك قربي شويه عشان يبقى الصوت تمام. ده دخل جوه بقي؟ طب انا نعمل ايه ولا انتم؟ هوا. مستمعينا لسه معاكم وفنانتنا القديره الفنانه الكبيره رجاء إجداوي. نونا، كنا بنسال حضرتك قبل الفصل على نونا، الشخصيه اللي حضرتك بتقومي بيها في مسلسل للاطفال. عايزين نتكلم عن الشخصيه وعن المسلسل تحديدا. انا هقول لك حاجه، انا مفيش دور بتمنى اعمله الا اذا كان دور ما عملتوش قبل كده. يعني اذا لقيت النهارده شخصيه ولقيت مخرج شاف فيها شيء انا لغايه دلوقتي ما عملتوش ورسم لي الشخصيه دي، هبقى سعيده جدا جدا لو انا قمت بيه. في بتمنى اعمل اي دور ما اكونش فعلا قمت بيه قبل كده. بتمنى اعمل دور يطلع مني جزئيه من الناس ما تعرفهاش. فده اللي انا بستناه، وده اللي انا السنه دي يمكن من خلال اللي معروض عليا. معانا تليفون يا استاذ رجاء. معانا تليفون. الو. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا مروان؟ الحمد لله تمام. تمام حبيبي، كيف حالك؟ اهلا وسهلا. مين يا فندم؟ معك حبيبي دعيج القرشي. حبيبي دعيج القرشي. ايه حبيبي، كيف حالك؟ اهلا وسهلا. معانا النجمه الكبيره والقديره الفنانه رجاء إجداوي. السلام
هلا هلا، كيف حال الفنان رجاء الحناوي؟ والله جدا احبه الحناوي. هي بس النقطه تحت الحاء هتبقى حلوه قوي. الجداوي، هي الحياه الجداوي. يعني من جده زيك كده. الصوت مو واضح، ماني سامع. اما انت السامع. انا اسمي رجاء الجداوي. هلا كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيفك انت؟ الحمد كيف لله. هي عارف رجاء الحناوي، جدا اعجب فيك والله. طيب احنا يعني طب ايه احب الاعمال اللي اتفرجت عليها الاستاذ رجاء؟ ايه احب لها فيلم تيتو، جدا رائع. فيلم ايه؟ تيتو، جدا رائع. طيب استاذ دعيج، احنا بنشكر حضرتك جدا جدا وميرسي على اتصالك. ده انا عارف اسمي ولا عارف اعمالي ولا عارف اي حاجه. شنطة حضرتك بيلعب فيها؟ لا هي ورا، بس انا قلقان، مش يعني مش حابب ان انا نسيبها كده. ممكن نجيبها؟ ممكن، بس انا مش عارفة ازوقها. يحيى انت خدت الشنطة وديتها فين؟ الشنطة هناك. من فضلك ممكن تجيبها؟ اوي اوي. وانت طيب؟ انا حاسس ان احنا واقفين في اشارة. كل سنة طيبة. كل سنة طيبة. عايز حاجة يا يحيى؟ كل سنة طيبة. يعني ايه مش فاهم؟ يعني أنا مستنحك من الصبح. كل سنة طيبة. وأنت طيب. هو عيد إيه بالظبط؟ كل سنة طيبة. هو عيد إيه؟ يعني كل سنة. سنة كلها عيد. سنة كلها عيد. بالنسبة عيد الأم بقى. في إيه يا يحيى؟ يا ربي يا ربي. لا 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 يا ابني. يا حبيبي من فضلك روح بعيد بقى. هو أنا كل سنة طيبة، مش أنا شلت الحكي الباكت من ال ابعد عن الشاي ده. لحظه واحده استاذ رجاء، هدي واحده، هدي، هات الشاي، هات الشاي. لا يلا يا يحيى، يلا يلا، ابعد ابعد بعيد، روح روح هناك، يلا اجري، يلا اتفضل اجري. هو في ايه؟ عايز ايه يا يحيى؟ وانت طيب يا يحيى، وانت طيب يا يحيى. انا هقرص البرنامج وهقعد معك هشوفك. اوكي استناني. لا شوف لا. لو عملت كده تاني ها؟ تحت امرك. امشي تحت أمرك. امشي تحت أمرك. امشي. كل سنه طيب. وانت طيب. يلا وانت طيب. لا اقول لحضرتك على حاجه، خلي دول هنا. ايه دول؟ يجي جنيهات. انا هديله كرمون. طب انا هقول لحضرتك على حاجات يوم كرمون في وشي لو خدته. لا لا ده عايز اكبر. استاذ رجاء كل سنه وحضرتك طيبه. ايه؟ كل سنه وحضرتك